هلا يا جماعة، كيفكم؟ مقطع اليوم من لطفك اكس دي. اليوم يا جماعة بهذا المقطع بنسوي تحدي انا واختي ميس. ففكرة التحدي يا جماعة هو انه اخر شخص بيطلع من الدائرة راح يفوز، ويا جماعة اول شخص بيطلع من الدائرة طبعا راح يخسر وراح يتلقى على عقاب. فالعقاب يا جماعة هو انه كالعادة بحيوانات وعظمة، او ممكن يكون عقاب اكثر نروح مجوهراتنا. مثلا ميس عندها 149 مجوهرة، كثير انا بستمتع اذا صرفت لها اياهم مثلا كانتقام على المقطع الماضي. انت عندك هلا 4000 مجوهرة ممكن اصرفهم كلهم. سو اوكي يا جماعة، هلا بنروح. فهلا عندنا يا جماعة احنا 3 قلوب لكل شخص منا، يعني انا وميس عندنا 3 قلوب. دائرة شوية معوقة يا جماعة، لا تطلعوا على شكلها كانها شكلها وردة. سو اوكي يا جماعة، ما قدرت اسويها على فكره، كثير صعب والله. يعني حاولت قدر الامكان اخلي شكلها كدائره بس انه مو براضي يصير. عندكم هدول الحواف اللي زي هيك يا جماعه؟ يلا جاهزه؟ يلا. واحد اثنين ثلاثه دخلنا فيها. اكيد انا اول 3 قلوب يا جماعه. مش طلعت طلعت عنا قلبين. انا مش طلعنا يا جماعه. لا 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 ضل عنا قلبين. اوكي ميسو بدك تحاول. اوه ماي جاد، اوه ماي جاد، لا 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 أوه. لا والله كنت راح اخسر والله. اوكي ما في تحديات هون قلبها يعني. اوكي ها تمام، هلا عرفت كيف افوز وانا عم اتحرك. اوكي خسرتي صح؟ لا ريم ما بتخسر، ريم مستحيل تخسر على الارض. انت عيونك ما بتشوف منيح، عيونك مش عيونها ما بتشوف منيح يا جماعه عشان هيك. ولا انا ما خسرت، انا ريم مستحيل تخسر. ما في تحديات هون قلبها يعني اصلا ابدا. هلا خسرت. تمام فزت. اوكي شوف شو راح نسوي فيك اليوم. اوكي خسرت يا جماعه، رغم اني حاولت بقدر الامكان ما اخسر بس من مو راضي. لكن انا بمكاني، انا سويتها كثير ما اوفر من حالي. لكن انا بمكاني، هلا انا بمكاني عم انط بس ما عم تضربني. شوف بس والله عضل. بس انه هذا اسمه غش على فكره. والله ضليت اتحرك والله. اوكي يلا شوف ميس راح اصرف لك مجوهر. بدأنا. اوكي شوفون. لا هاي بفلوس حقيقية ما في اشي. اوكي 2000 years later. اوكي ثلاث اشخاص، ثلاث اشياء حسابها. ميس حرام عليكي. لا يا ميس 400 مجوهرة ليه؟ مالي يا ميسا الله خليكي. لا لا مالي علاقة، مالي علاقة ميسا، ما لي علاقة والله. ميس مبارح يا جماعة بكفي. ميس على فكرة كثير اوفر صار. شريتي ميس شريتي كثير. ما لي علاقة والله، بدي اشتري. والله من حالة كنت اشتري واحدة تانية. ما في ميس، لا لا ما في والله ما لي علاقة. ميس لا لا لا. هاي ايش عاد بصير هون؟ برجع بعيد بصير. انا رايحة. طيب ارجع اشتري. اوكي راح نشتري لك. لا مش لا 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 يا جماعه اقسم بالله انا حاليا مقهوره بشكل مو طبيعي. بس خلاص حاشت كبسه على الشاشه. شوي ما نزلت لا. اوه انا شوي وراح ابكي. لا ضل معي 3068 مجوهره. تمام نفس طبيعي يا جماعة. كثير مقهورة، كثير كثير ما والله انتقام صح؟ والله اقسم بالله، اقسم بالله يا جماعة ايش 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 راح انتقم بشكل كثير 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 كبير. هلا التحديثات القادمة جاية تمام، راح اصرف مجوهرات ميس كلها لانه انا حاليا كثير كثير ملانة منها لميس وكثير مقهورة. ميس كلهم قاعدة بتكبس على الشاشة يا جماعة. لا انا اللي قهرني مو هيك، قاعدة بتكبس كثير يعني، قاعدة بتكبس كله ورا بعضه كله ورا بعضه وانا بحكي لها خلاص ميس وقفي ستوب. يعني ايش ممكن اسوي بالحالة؟ كنت اشتري لك وحدة 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 ثلاث وحدات يعني. انت بتعرف انه هلا انا يا جماعة ماني قادرة استوعب اقسم بالله حاليا. انا يعني بس هيك قاعدة بتجيلي لحظة صمت.
لساتها حاقدة علي يا جماعة من الحيوان هذاك اللي بعطيها يا هلا عميكا والله لا أوريك يا ميس هلا فيه أقسم بالله لا أصرف لك مجوهراتك كل يوم بس جست انتظروني يا جماعة بمقطع وأنا بصرف مجوهرات ميس ليتس جو.